السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير متابعينا وأعزائنا الكرام، نرحب بكم في هذا الصباح كما نلتقي معكم كل يوم. في بداية اليوم نذكر ذكر الله سبحانه وتعالى، ونقدم لكم بعض الكلمات. عسى الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الأجر والخير الكثير. نحرص دائما يا جماعة الخير على ذكر الله سبحانه وتعالى. لا ننسى يا جماعة الخير، لا ينسى الواحد في حياته أربع أشياء من يصبح الصبح إلى أن يمسي. لا ينسى الذكر، ولا ينسى الدعاء، ولا ينسى الاستغفار، ولا ينسى الشكر. والإنسان اللي يذكر الله واللي ما يذكر الله مثل الحي والميت. فنسأل الله تعالى أن يجعل قلوبنا حية بذكره وشكره وحسن عبادته. هذا اللي بنقدمه اليوم نصايح. لكن شو عندنا اليوم؟ تلاحظون ان الجو في بعض الضباب والرطوبة. اتذكر مرة اكلم عبد الله ولدي، اقول صغير كان، اقول شو اليوم؟ قال اليوم ضبوبة. ضبوبة يعني دمج ما شاء الله عليه بين الضباب والرطوبة، والرطوبة هو الضباب والضباب هو الرطوبة يا جماعة الخير. لكن بعض الاحيان يكون الرطوبة ما فيها اي غيوم او ما فيها اي سحب. تلاحظون يا جماعة كثرة طيور الصر، هذه الطيور تنتظر العومة، الان تتجه الى ارزاقها، تتجه الى ناحية الشمال بعضها، بعض ما زال على الحد، مازر الحد يا جماعة، ما ينشاف الحد من كثرة هذه الطيور. اول سنتين فيها كثرة وكثافة من هذه الطيور. نسأل الله ان يزيد علينا الخير في الطير وفي السمك وفي المطار إن شاء الله السنة، وفي الجو الطيب. نحن المفروض في هذه الأيام تضرب شمال يا جماعة على حساباتنا، على الحسابات الموجودة في ديرة الدرور المفروض تضرب شمال، لكن نحن نحس أن السايب جاي من عالي لكن ما ضربت عندنا. يمكن إذا حد ضربت عندهم شمال من الغربيين ولا حد من الشرجيين يخبرنا يا جماعة الحسابات هالشكل. بنبدأ من الصبح يا جماعة، الدفار الحضرة أو دفار الحضرة، ندفر الحضرة. عندنا اليوم بن لوهان هنتين ما صاروا يتكاثرون، المفروض هالأيام تكاثر وقليل جدا نشوف اللوه يا جماعة. شوفوا قلنا لكم تدخل 30 تتم اللوهة مشغولة بالتكاثر لين 50 يمكن، بالعشاش والبيض والعيال، فنفتك منها في هذه الفترة. الفترة اللي قبل كانت تخزن شحم على اساس فترة التكاثر. الماي حامية يعني التيار قوي. شوفوا كيف الكرافة يا جماعة، يحاولون انهم يجمعون اللي يقدرونه من النيسر مكود يا جماعة. وقلنا نحن مبطلين الصداغ يا جماعة، كل الصداغ مبطل ما عدا هاي القطعة قطعة السيم هذه. الكميات اللي تطوف من هناك ما نصيدها ما نصيدها. الكمية اللي مني من هاي الجهة يا جماعة تنصاد فوق الحد كل مفتوح. فناخذ نحن الآن الجزء البسيط من النيسر اللي يجينا الحين بنشوفه يا جماعة الخير. نزل 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 يا أنصاري، نزل هذه الحمسة. هذه حمسة يا جماعة مبشيري، كل يوم نتكلم على أساس يستفيد الجمهور من هذه المعلومات بالشكل والصورة والكلام. يلا شلو عاد شلو كل نيسر يا جماعة الخير. وقلنا السبب، يا الله ما شاء الله ما شاء الله. طبعا النيسر رخص يا جماعة بنص الغيمة الحين. شوفوا الخير يا جماعة، شوفوا هني وشوفوا القرقور هذا عشان تعرفون الصيد ما شاء الله كود. يلا فوق ما يرمون يشلون القرقور. لاحم يقولون لاحم الأول. ما شاء الله ما شاء الله. نحمد الله على السلامة يا جماعة، وصلنا شاحن نيسر. نيسر رخيص اليوم. يلا شلوا شلوا يا أبو عبد الله، شلوا اللي تبونه. كيلو 5 دراهم اليوم، كيلو 5 كيلو 5. يا بنقطوان بنقطوان مدفوع مدفوع. شلوا اللي تريدونه، يلا شلوا.